حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، وأهال علينا وعليكم من نعمه الضافية ومننه الشافية. وكم يسعدني ونحن في أول يوم من شهر رمضان المعظم أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأخلص الأماني بهذه المناسبة السعيدة، راجيا مولى العلي القدير أن يجعله شهر اليمن والبركة، وشهر الجد والحركة، وشهر التوبة والإنابة، وشهر قبول التضرع والاستجابة. كما يسعدني أن أستهل معكم سلسلة من الحلقات اليومية تسعى لتثمين القيم وإبراز المثل. هذه القيم وتلك المثل التي يزخر بها تراثنا الشفوي من نحو الأمثال الشعبية المشهورة والأقوال المأثورة. وإن كانت هذه المقدمة المتواضعة أتت باللغة الفصحى، ارتأيت بأن تكون الحلقات بالعامية، علها تكون بالواقع ألصق وبالنفوس أعلق، وسميتها على بركة الله يرحمهم كيف قالوا. وموضوع حصتنا اليوم حول اللي يكتب رزقه بحياته. الأعمار ولا شك بيد الله، هذا أمر ما يختلفوش فيه اثنين، لكن ثم ناس يحكموا على رواحهم بالعدم قبل الأوان، بمجرد ما يتقدم في السن يصاب بالإحباط وفقد كل رغبة في الحياة، وهذا شديد الوقع على النفس. ثم أيضا بعض الأبناء يظنوا أنهم يحبوا يكرموا والديهم بإعفائهم من كل نشاط، هما في الواقع يحبوا يريحوهم ويردوا لهم الكفو، لكن إنسان من غير نشاط، من غير أمل متجدد، يصاب بالتجمد. بكري كان الواحد يموت وهو يخدم، ولا أدل على ذلك أنك تلقى عقود بيع وشراء ومغارسة ومساقات قاموا بها أصحابها وهم في 70 و75 وأزيد. أيضا يسر الناس يفرطوا في كل ما يملكوا لأولادهم بحجة اليوم ليهم وغدوة ليهم، ومثل هذا التصرف إن يدل على شيء يدل على روح منهزمة، روح قررت اعتزال الحياة. وقديش منهم اللي فرطوا في رزقهم في قايم حياتهم وندموا. والأخطر والأشنع كيف يكون التفريط في الرزق بنية حرمان البعض من الأبناء، وخليها نقوله بصراحة بنية حرمان البنات، وباش ما يدخلوش الأنساب. المهم يحكيوا على رجل كبير عنده شوية رزق وعنده 3 وليدات. جاءوا أنهار أولاد وقالوا له: أبويا اكبلنا الرزق وإحنا نقوم بيك. قال لهم: نكبش رزقي ونخلي راسي على حجرة. قالوا: ليه أبويا، كيفاش تقول هالكلام وإحنا يصير نخلي بيك وانت خليت أبوك؟ وقعدوا بيه حتى قنعوه. روح اكتب لهم الرزيق. ومن اللي هما في حنوط الشهود بدأ كل واحد يقول للآخر: طلع أبوك معاك، أنا عندي وين ماشي، طلع أبوك معاك. هكا الشايب عارف روحه حصل كيف فرط في رزقه، وبداوا قلقين منه، ما يقضيلوش القضية، ما يقعدوش بحذاه، ما يونسوهش، وركبوا التخمام. نهار من الأيام وقاعد يخمم، تعدى واحد صاحبه رجل كبير: إيش بيك؟ قال له: يا سيدنا نتخمم. قال له: كتبت رزيق للأولاد وخلوا بيا وما عرف ما نعمل. قال له: انت ايش لزك تعمل هالعمله؟ قال له: تولوا بعد القضاء بتاعه. اي قال له: تعرف كيفاش، انا تو بحول الله نخليهم يجروا في حظوظك، غير برا جيب لي ربعه، يعني صندوق صغير. مشى جاب له ربعه، خذاها هيك الراجل وجبد ورقه، انظر ايش كتب فيها، طواها على ربعه وخلاها في وسطك الربعه، وخلى الربعه في المقصود الحانوت. بعد ما تقول جمعة ولا 10 أيام عرضوا للولد الكبير
على السلامة يسلمك شحالك يبارك فيك. قال له بوك اكتب لكم رزيقة. قال له ها اكتب لنا. أما ولا هكا مقلقنا ياسر خرب وما عادش يفرز. أيوا قال له قال لكم شي على الأمانة اللي خلاها عندي. قال له لا أما أمانة. قال له يا سيدي راهو بوك عنده صندوق بالفلوس خلاه عندي وقال لي هالأمانة هذه ما تعطيها كان للي نموت عنده. واني قلت لك يا ولدي على موت على حياة. حشب قال له ايه. قال له صار. مشاك الطفل يجري سقيها على من راسه يلوج على ابوه يلقاه في دار واحد من اخوته ضايع الشر والشمنتر. قاموا لداره نظف له كساه وقلو وهو يبوس فيه ويشرمق يا ابويا ما تقعد كان عندي يا ابويا انا ولدك الكبير وبدا يلحلح ويلحلح. الغدوة اتعدى من قدام حانوت ولد بارا الولد الوسطاني على السلامة يسلمك شحالك يبارك فيك. قال له يا اخي في بالك شي بالامانه اللي مخليها ابوك عندي. قال له لا. قال له يا سيدي راهو ابوك مخلي عندي ربع بالفلوس وقال لي ما تسلمها كان اللي يموت عنده. ويهزوا هكا الولد سبق لدار خوه وين بوه ولاو ماشيين يتعاركوا على هكا الشايب كل واحد يقول ما يقعد كان عندي. اسمع الولد الثالث ولا حتى هو يجري ويكفح ولا هيك الشايب شكون يحوز فيه طرف وين نحط كذا بقى الورق حتى جاء صاحب الحاجة وقضى حاجته. أي طمعوشي بالله وصلوه المطرحو ومشاو يتجراو لصاحبوهم باش ياخذوا الأمانة. عطاهم الصندوق ويحسبوها مليان بالفلوس حل الصنيدق والوريقة المطوية وإذا به مكتوب فيها بالخط العريض اللي يكتب رزقه في حياته لأولاده يحضر روحه صندوق بوتاده. وقتها عرفوا الغلطة اللي غلطوها مع أبوهم وندموا على سوء معاملتهم ليه. لكن زعم أبوهم مازال يرجع. وعلى أملي أن نلتقي بحصة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.